هل أنتم جاهزون لسؤال اليوم؟ كان نختبر معلوماتكم عن الأنبياء؟ فلنبدأ. كان لهذا النبي مكانة كبيرة في قلب والده، وقد أحبه كثيرا لدرجة جعلت إخوته يغارون منه ويحسدونه على ذلك الحب. فمن هو هذا النبي؟ ليدخل اسمكم بالسحب على $100 كاش يوميا، اعملوا شير للفيديو، تاج بالكومنت لثلاثة من أصحابكم، لايك وكومنت لآخر 3 بوستات، وأكيد فولو لحسابنا وحساب السبونسر.